باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. النهاردة هنتكلم في آية جميلة كلها فرح، جت في سفر المزامير 86، مزمور 86 عدد 4، بتقول فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي. دي جت في مزمور أمل يا رب أذنك لأني مسكين وبائس أنا. والمزمور ده كانوا بيغنوه اليهود في يوم الكفارة العظيم، يعني كانوا يطلبوا من ربنا انه يوطي ودانه ويسمع لهم، فرح قلبهم. وبصراحة ان المزمور ده مزمور جميل خالص، والآية دي بالذات تناسب كل انسان مؤمن فينا بتئن نفسه من الألم او يشعر بمرارة او تعب او ضيق، لان الواحد فينا هنا مش بيطلب بس من ربنا انه يرفع عنه الحزن والمرارة، لكن يطلب من ربنا انه يملى نفسه بالفرح. وهنا الإنسان بيعترف أمام الله بأن الله هو مصدر الفرح الحقيقي. تعرفين العالم كله يدور على الفرح في أماكن كتير، ممكن في المال، في الحفلات، في السهرات، في الهيصة، أما الإنسان المسيحي فلا يجد فرحه إلا في المسيح. حتى العالم نفسه الذي يظهر بمظهر الفرح في الاحتفالات بتاعته، ولكن بعد ما بتنتهي هذه الأفراح تبص تلاقيه يعود إليه الكآبة والحزن والألم. فالمصدر الفرح الحقيقي هو في ربنا بس. عشان كده داود النبي يقول له فرح نفس عبدك. وتلاقوا ان ربنا يسوع المسيح يظهر بانه هو مصدر الفرح في كل انسان قبله. مين قابل ربنا ولم يجد الفرح؟ المرأة السامرية قابلته ففرحت، وبدل ما كانت بتدور على مية عادية خرجت بماء الحياة بمعرفته، وانطلقت للكرازة والبشارة بكل فرح. الله فرح آدم لما خلق له حواء وعمل له معين نظير دون أن يطلب منه آدم. الله فرح نوح وأنقذه من الشر هو وأسرته في الفلك. الله فرح يعقوب لما كان هربان من أخوه ولما رد ابنه ليوسف بعد سنين طويلة. الله فرح الفتية الثلاثة لما ظهر معاهم في وسط الأتون وحول الأتون لندى بارد، لدرجة أن الملك بينده عليهم عشان يخرجوا من الأتون. ودي حاجة غريبة قوي، الطبيعي أن لو حد ترمى في أتون نار والأتون دوت اتفكت، كانوا مقيدين لما ترموا في الأتون، لما تتفك القيود الطبيعي يجروا لبرا الأتون فرحانين بأن الله أنقذهم، ولكنهم ما خرجوش من الأتون رغم أن قيودهم اتفكت، وقعدوا يتمشوا جواه لحد ما الملك نده عليهم وقال لهم يا صدرك يا ميخ شخي عبد ناغو يا عبيد الله الحي اطلعوا لهنا. فخرجوا. حاجة غريبة أنهم كانوا فرحانين وسط الأتون. فرح دانيال وهو جوه الجب لأن الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. فرح ربنا الرسل لما كانوا مسجونين وكان بيعزيهم وهو جوه السجن، وكانوا بينشروا الفرح لدرجة بولس الرسول يكتب رسالة فيليبي رسالة الفرح وهو في السجن. كل اللي تقابل مع ربنا فرحان. ولكن الجميل في هذا الفرح ان ربنا مش بيغير الظروف الخارجية عشان يملأ قلبنا بالأفراح، ولكن يملأ القلب بالتعزيات. فلم يطفئ الأتون ولكن كان معاهم في الأتون ففرحانين. لم موتش الأسود ولكن أرسل ملاك سد أفواههم وبقى دانيال جوه جب الأسود. فضل باقي الرسل متألمين وبيتعذبوا يتألموا لأجل الله، ولكنهم خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا لأجل اسم الله الحي. ربنا يفرح قلوبنا جميعا، فرح كل العالم. ونفتكر الآية الجميلة فرح يا رب نفس عبدك لأني إليك أرفع نفسي. فالواحد فينا بينال الفرح لما يرفع نفسه أمام الله. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.